صورتان متجاورتان للمهندس ناصر الجرادي، الأولى قبل اندلاع الحرب وهو في أحد الحقول النفطية، والأخرى في عمل بعيد عن تخصصه. يحمل الصورة زملاؤه المسرحون مثله في وقفة احتجاجية نفذوها في ساحة العروض بعدن، بعد عامين من تسريحهم من قبل الشركة النفطية التي كانوا يعملون فيها. صدمنا لهذا القرار الجائر، وأصبحنا في الشارع بدون رواتب. اضطرينا للبحث عن عمل بديل لتغطية النفقات المعيشية. كعديد من الشركات النفطية، أنهت وزارة النفط التعاقد مع الشركة النرويجية DNO، لكنها تركت 270 عاملا دون ضمهم كغيرهم إلى شركة بترو مسيلة، بينما تنصلت الشركة الأجنبية منهم متجاهلة قوانين العمل ومطالبات اتحاد العمال النرويجي المتضامن مع العمال اليمنيين. الشركة اتصرفت بكل راحتها، لا احترمت قوانين البلد، لا احترمت اتفاقية الشراكة في الانتاج، لا احترمت القضاء. الأزمة الإدارية في المؤسسات الحكومية وانفصام مراكزها جراء الحرب ألقت بظلالها على القطاع الخاص والعاملين المحرومين فيها دون سند قانوني من أبسط حقوقهم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.